رح نختم صبحيتنا اليوم مع ضيفة طبيب التجميل تجميل الأسنان الدكتور إلياس أبو طايع. وقلنا طبيب تجميل لأنه في أطباء أسنان كتير، ولكن مش مين ما كان بيقدر يختار لألكن الأسنان يلي عن جد ممكن تعطيكن هيدا اللوك الطبيعي، ممكن يتناسب مع الفيتشرز أو تقاسيم وشكن. هيدا الموضوع كتير أساسي، وهيدا اللي رح أحكي فيه مع دكتور إلياس أبو طايع يلي صار له من 2012، والخبرة كتير قد الخبرة بتلعب دور. بونجور. بونجور نسرين، وبونجور لجميع مشاهدي قناة الجديد ومشاهدي صباح اليوم. الخبرة أكيد لها دور، بس ولكن الخبرة إذا ما بتتواكب مع التطور ومع التكنولوجيا اللي عم بتفوت على عالم طب الأسنان، خصوصي الارتفيشال انتليجنس اليوم صارت داخله بمجال، صرنا بغير كوكب، كان صار في ابعاد كثيره فاتت على الدومين تبعنا، حسنت كثير وساعدتنا كثير لنخفف الاخطاء الطبيه اللي ناجيه عنا. فهيدا الشيء عطانا بلس، ونحن واكبنا، وكل يوم عم ينزل شيء جديد عم بيكون موجود عنا بعيادتنا اول ناس. اوكي، هيدا كمان فرصه للبنانيين عبر عيادتنا انهم يستفيدوا، لانه عم نقدم لهم هيدا الشيء اللي بامريكا عم ينزل اليوم عم بيكون عنا بلبنان. رغم كل الاوضاع اللي صايره بلبنان عم نقدر نواكب اهم التطورات. بلكي مثل ما قلت، يلي بيميزك انك قادر تلحق اخر التكنولوجيز والموجود عندك يمكن مش موجود بغير عند غير اطباء، وانا هذا الشيء بعرفه وزرتك. عم ببلش نشوف فيديوهات من عندك، خبرني شو اللي بيميز الكلينيك عندك. هلا عم نشوف المينير سمايل. المينير سمايل هي تكنيك نحن بنتبعها لتصميم الاسنان، لتصميم الضحكه، مثل ما بنشوف بنعمل ديجيتال سمايل ديزاين، بعدين بنحوله ل تم المريض بطريقه بنقلها الون مينت سمايل. يعني هلا الديزاين اللي عملناه ديجيتال عم نحطه بقلب تم المريض لحتى يقدر المريض يشوفه قبل ما نبلش الاسنان، قبل ما ندق رح يشوف يعني بالضبط كيف رح يصير اسنانه، بالضبط كيف رح يطلع شكله قبل ما نبلش. وهيدي اهميه التقنيه، انه الناس بدها تشوف حالها كيف بدها تطلع قبل ما تفوت باي تريتمنت ممكن ياثر كثير على شكلها الخارجي. اوكي، بس تشوف هي وتتاكد، هون بينفتح مجال النقاش، هل هي حابه هيدا الشيء، هل هي حابه تعدل على هيدا الشيء. نعم. وساعتها بنروح للعلاج، وعامل المفاجاه انتهى. فهي شو عم بتشوف، شو عم بيطلع لها رح تحصل عليه. المينيرز هي هيدي العدسه الرفيعه اللي هي جماليا من اعلى الجماليات. بدي اقول لك يا قديه صرنا ادفانسد بفكره الميني، انه كثير تكون ناتشورال. صحيح، هالقشره البيضاء يعني نحن هيدي القشره اللي عم نحطها من ماده السيراميك، هي لونها رائع وبيتناسب مع الوان قادرين من خلالها نصيب الالوان الطبيعيه عند الاسنان المختلفه. يعني ما نحن مضطرين نعمل كل التم، فينا نعمل 2 3 4 ونغير الجماليه تبع الوجه كله. عشان هيك بهالتكنولوجيا قادرين نحن نعمل هيدا الشيء. نعم. هلا كمان في عنا طريقه هي ذاتها عم نتبعها، نقدر نوصل تلبيسه بجلسه واحده. يعني مريض بيجي لعنا نقدر نعمل تلبيسه نهائيه بجلسه واحده. شو بنعمل؟ ناخذ سكان، ديجيتال سكان، بعدين عم نشوف هلا مزبوط بنرسم له التلبيسه بواسطه سوفت وير مثل ما عم نشوف، وبنعمل له ديزاين لهالتلبيسه بتتناسب مع العضه وشكل الاسنان الموجودين بتمه. بعدين بس نخلص من التصميم تبعها بنبعتها على ماشين خصوصي لحتى هي تخرطها. من بعد ما تخرطها وتخلص هيدا الماشين، هلا بنشوف الماشين كيف رح تخرطها. من بعد ما نخرطها بنقدر ساعتها نلبس له اياها، وكل هيدا المشروع بتقريبا بين ال 40 وال 50 دقيقه. يعني اي انسان عنده ضيق بالوقت ما قادر يروح، يعني بساعه واحده بيخلص، اقل من ساعه اوقات. يعني اذا نحن هو مرتاح كثير المريض، قادرين نحن ب 40 دقيقه نخلص له تلبيسه. وبتروح معه راح هي ذاتها. قديش بتضاين هيديك الكونفنسيونال، يعني الطريقه القديمه هيدي هي ذاتها. طب شو الفرق اذا بدك بين الطريقه القديمه والطريقه الجديده؟ يعني الفرق انه حولنا المريض من كونفنشنال بيشنت لديجيتال بيشنت. يعني عبر مثلا صبيه مثل هيدي الصبيه بدها تشوف حالها كيف بدها تطلع، عندها اسنان هي مقبولين بس بدها واو، مثل كل انسان عم بيحاول يوصل للكمال. الجمال كمان نوع من الكمال. فبهالطريقه نحن بنعمل لها تصميم للسمايل تبعها. اوكي، ومنفرجيها عده خيارات، يعني عده ابتسامات، حتى الوان عم نشوفه، مزبوط، عده اشكال للسمايل تبعها وعده الوان.
وبنشوف اللون اللي بيتناسب مع وجهها والشكل اللي بيتناسب مع وجهها، وبعدين هي بتقرر عليه. بس تقرر عليه بننفذ ليه كيف بننفسه، بما انه عم نعمله ديجيتال بنعمله كوبي بيست، كيف واحد بينقل فولدر للثاني هيدا بنعمله كوبي على المكنه اللي بتخرط هول الاشياء وبيطلع لنا اكزاكتلي مثل ما هي. هلا هي تنقول نقيت هيدا الديزاين قادرين ننسخه هو ذاته، هو ذاته يعني بيطلع بالضبط 100%. هيدا منعا كمان لحتى بعدين حبيت ما حبيت يعني حضرتك مديتي على هيدا، حضرتك حصلتي على هيدا. اوكي هي بتقدر اذا نحن ما وصلنا اللي بدنا اياه لها حق معنا، واذا نحن هي موافقه على هيدا ونحن وصلنا لها مثل ما بدها ما لها حق هي تغير، ما لها حق تعترض. عم نشوف كمان فيديو دكتور جديد. نعم هيدي طريقه الزراعه كمان، نقدر نحن بواسطه الديجيتال دندستري نعمل زرعات سريعه دغري بساعه، نقدر نلبس نزرع ونلبس بساعه كمان بهالطريقه. بينعمل تحضير قبل للزرعات للديزاين، هيدي الزرعه بنشوفها كيف عم بتفوت. اوكي من بعد ما نفوق هيدا من دون جراحة. يعني بيقدر المريض يعمل زرعة ويخلص بساعة واحدة ومن دون أي جراحة. بيقولوا لها guided surgery. نعم عم نشوف صديقنا شربل هون. نعم إيه هيدا before and after صديقنا مظبوط. هيدا نشوف شربل كيف شربل عملنا له كمان تصميم تبعه، وعملنا له كل تمه بنهار واحد، إذا بتطلع starting وين كان، وعملنا له 2D simulation و 3D وعطيناه الفاينل بهالطريقة. هون عم نشوف إنه حولناه لديجيتال بيشنت، كيف بنحوله لديجيتال؟ نعمل سكان للتم، سكان هيدا تم شربي اخذناه، وبعدين زرعنا له الزرعات وحطينا له التلبيسات. وين صرنا يعني بطب الاسنان بدنيا ثانيه بالكلينيك عندها. نعم هلا كيف بنعمل هدول التصميم؟ بعد ما نحن ناخذ القياسات في عندنا سوفت وير معينين نعمل مثل ما قلنا الديزاين تبع الاسنان هيدي. ومن بعدها في عندنا طريقتين، يا اما بنروح لشيء بيقولوا له ميلينج ماشين، يا اما هلا احدث تقنيات اسمها 3D printing. نقدر نطبع بال 3D printing التلبيسات. هون بال 3D printing كمان سرعنا الوقت، قبل كنا ننطر 40 دقيقة، هون ب 20 دقيقة بنقدر نحصل على تلبيسة، وحتى اوقات ب 12 دقيقة بنقدر نحصل على تلبيسة. يعني مش بس عم نواكب الدقة، عم نواكب كمان الوقت، كمان سرعة السرعة انه عجل بهالايام الوقت كثير مهم. يعني ما بقى قادرين رجال الاعمال او الناس اللي عندهم وظائف او عندهم اشغال وملتزمين بوقت معين يقدروا يروحوا كذا جلسة عند طبيب الاسنان، صار قادرين بجلسة واحدة بيجوا بيخلصوا كل شيء وبيفلوا. بالنسبة للوجع دكتور يعني هيك زيرو، يعني انه ما تنقول بالجراحة لان اكثر شيء الوجع ممكن يكون بالجراحة، بما انه ما عم نعمل جراحة ممكن الوجع اخف. يعني صديقنا شربيل اجى ما اخذ بنادول، فل على بيته وعامل اربع زرعات ما اخذ حبة بنادول، يعني هيدا حالة قصة عم نشوف شيء بعد. هو من الناس الخوفين كثير يعني. بنحييه لشربيل. فهيدي الطريقة هون عم نشوف كيف بينعملوا الاسنان ومفوتهم على مثل مكنة بتعمل كيور، بتقسيهم وبتلونهم وبتعمل لهم شاين زيادة اذا بديك، بيطلعوا بهالطريقة. واكيد انت يعني ما بدي اسالك هذا يعني اذا هالقد ادفانس بهالتكنولوجي اكيد عم بيطلع كثير ناتورال اللون وشكل السن ونوعيته صحيح؟ اكيد نحن هيدا اللي بهمنا انه نطور كل المجالات، طورنا الدقه، طورنا السرعه، وطورنا اكيد النوعيه او الجماليه. نعم. الجماليه يمكن هلا صرنا قادرين نوصل ل أعلى جمالية. قبل شو كان ليش تحسنت الجمالية؟ لأنه بالارتفيشال انتليجنس منا بقى مضطرين نبعث الشغل على إيطاليا عند أهم مختبر للأسنان. ونضيع وقت. صح صارت هيدي التكنيك والسكيلز تبعه موجودة بلايبرري عنا. سو بناخد هيدي اللايبرري اللي هن أخدينا الشركات اللي عملت هول السوفت وير من هول التكنيشن وعطينا اياها بعياده بحيالة محل بالعالم، صار عندك السكيلز تبع اهم مخبري وفني بجماليه الاسنان. ولما بنعمل هيدي الهوليوود سمايل، ما بعرف اذا بعدها هوليوود سمايل، نحن اسمها المينير سمايل. مينير ما بنعمل هوليوود. المينير سمايل هي الضحكه المصممه، هي ديفرنت عن الهوليوود. الكونسبت تبعها ايه؟ الكونسبت تبعها هو انه نحن عم نعملها اندر مايكروسكوب بيزد على سمايل ديزاين اناليسيز، يعني بيعمل تصميم لملامح الوجه وبعدين مثل ما شفنا بنعطي الريزلت. عم نشوف هلا سريعا صور بيفور اند افتر قبل ما نختم، وندعي كل الناس هيك يعني اللي على باله ياخذ سمايل غير شكل، لك شو حلوين وسريعين بيقدر يتواصل معكم. دكتور ليس ابو طيب بدي اتشكرك، يعني انا زرتك بالكلينيك وبعرف قد ايه انت حدا كثير هيك افانغارديست بتفكر لقدام، وقد ايه التكنولوجي هي جزء اساسي لحتى تقدم للكلاينتس عندك افضل خدمه. بتشكرك والى لقاءات مقبله. ميرسي نسرين وبتشرفينا باي وقت، وميرسي لجميع المشاهدين. شكرا.